اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ويسعدني ان يكون معايا نخبه من رجال الفكر والصحافه في المملكه العربيه السعوديه من هذا الوفد الكبير الحقيقه الذي رافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهره. وفي ضيافتي النهارده الحقيقه نخبه منهم. برحب بالدكتور عثمان الصيني وهو رئيس تحرير جريده الوطن السعوديه المرموقه. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا، منور القاهره. برحب ايضا بالاستاذ جاسر الجاسر وهو مدير قناه الاخباريه السعوديه ورئيس تحرير جريده الشرق السعوديه الاسبق. اهلا بك يا استاذ جاسر، اهلا وسهلا. برحب ايضا بالدكتور خالد بو علي رئيس تحرير جريده الشرق. اهلا بحضرتك دكتور خالد، اهلا وسهلا، منورين منورين بلادكم، ويعني اهلا وسهلا وفرحانين بيكم ومتشكرين على هذا الوفد الكبير الحقيقه اللي جه مصر يعني مع الملك سلمان. دكتور عثمان، يمكن حضرتك تابعت الزياره دي خمسه ايام، زياره مهمه جدا في البلدين مصنفينها على انها زياره تاريخيه. لماذا هي زياره تاريخيه؟ هل من نوعيه الوصف التاريخي اللي بيوصف فيه العرب عاده حركه زعمائهم، ولا هي فعلا لها جانب مهم تاريخيا؟ اي زياره لقيادات البلدين من مصر والسعوديه هي بطبيعه الحال زياره تاريخيه، بمعنى انها مغرقه في التاريخ. لو ذهبنا الى تاريخ الزيارات بين مصر عبر حكوماتها المختلفه وبين السعوديه، نجد انها دائما زياره تاريخيه، بمعنى ان زياره الملك عبد العزيز مؤسس الدوله السعوديه الثالثه ايام الملك فاروق، زيارته للقاهره والاسكندريه، هي الزياره الوحيده للعاهل السعودي في ذلك الوقت خارج السعوديه. نعم. نتكلم عن فتره قبل هذا، في فتره الدوله السعوديه الثانيه، كان الامام فيصل بن تركي بن عبد الله سجين في القلعه. حاكم مصر في ذلك الوقت كان عباس حلمي باشا، ساعد الامام فيصل بن تركي في الخروج من القلعه والعوده السعوديه واسس الدوله السعوديه الثانيه. نعم. عرفانا لعباس حلمي وهو الرجل الذي كان يحب الخيول كثيرا، قام الملك الامام فيصل بانتقاء افضل الخيول العربيه في الجزيره وقدمها له. نعم. ومنها كان هذا الاسطول الكبير، ومنها الليدي ان بلانت التي كانت متصله بالفيصل التركي ونقلت الخيول العربيه افضل السلالات الامريكيه. فهذه هي زيارات تاريخيه دائما. نعم. ما يفرق هذه الزياره عن كل هذه الزيارات التاريخيه السابقه انها جاءت في وقت بعد فتره عصيبه عصفت بالامه العربيه. نعم. في مختلف الدول، بعد سنة من قيادة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في التحالف العربي والآن التحالف الإسلامي، وتقليم أظافر المد الإيراني الذي كان مسيطرا على عدد كبير من العواصم العربية، بعد عام من هذا من تحجيم الدور الإيراني في كثير من الدول، سواء في اليمن، في جزء من العراق، في جزء في لبنان، تدخل الخليجي في مع مصر في موضوع ليبيا، في موضوع سوريا، هذا كله جاء ليقدم مرحلة جديدة هي التي وصفها بعض القادة السياسيين في مصر وبعض القادة العرب أنها ترسم استراتيجية المستقبل. نعم. وهذا الكلام الذي قاله الرئيس السيسي في القصر الاتحادية، أنها تقدم رؤية للأجيال القادمة. نعم. بمعنى أن هناك اتفاق بين اثنين أنهم ليست مجرد زيارة، ليست مجرد بناء للي جاي، بناء لمرحلة جديدة تماما. نعم. بعد كل هذه الفوضى التي عصفت. نعم. بالأمة العربية. نعم. أستاذ جاسر، يمكن حجم الكلام عن الأرقام والأموال في هذه الزيارة غير مسبوق. بنتكلم عن المليارات الريالات في الاستثمارات السعوديه، بنتكلم عن الجسر، بنتكلم عن مليار ونص لسينا، بنتكلم عن محطات كهرباء. كتير من زملائي او من بعض الناس السياسيين اللي هم بيبصوا الامور بزاويه واحده اعتبروا ان هذه الاموال
في مواجهة إيران وصنافير التي عادت للمملكة العربية السعودية، ازاي شايف ده؟ طبعا والله كنا ثمن غالي لو كان في المسألة. لا احنا نعرف، وانت تكلمت صراحة بتوسع في المقدمة في هذا الموضوع، بحيث لم يعد هناك تقريبا مزيد من الكلام. أنا اللي أعتقد طبعا القضية في شكلها الأساسي والقانوني محسومة من فترة طويلة، ولم تكن مدار نقاش، ولم يكن كنت أتكلم أنا وزميل محمد قبل قليل أنه لو كان هناك في لو كان في مشكلة لطرحنا التساؤل وليش يحدث، لو كان أصلا في مشكلة لم يكن في يوم من الأيام هذه النقطة قضية النقاش. المسألة الإيجابية وكما تكلمت هذه المشاريع الضخمة، وبالتالي انحرف الموضوع إلى زاوية أخرى وأصبح اللي هي الجزر. على ليه الجزر، وأنها مسألة يعني البيع. أنا أعتقد هذا دائما يدخل في إطار الترويج الإعلامي لإسقاط أو إفشال أي مشروع أو للتشويش عليه في المقابل، أنه لا أحد يتكلم. طيب هذا المردود الآن ما سيتحقق اللي تكلمنا عنه، المشاريع هذه المشاريع الضخمة قيمتها ليست انها يعني مختلفه في طريقه التنفيذ مثل ما ذكر الدكتور عثمان، فعلا الزياره تاريخيه، لانه الان الملك سلمان والرئيس السيسي ومعهم فريقهم الاثنين يعملان من اجل الغد، تخطيط لاستثمار مستقبلي. نتكلم على مشروع يحيل المنطقه كلها، ليست انه والله بناء مساكن في منطقه معينه او بناء جامعه، لا، نتكلم على رؤيه تعيد تشكيل المنطقه حتى على المستوى الاقتصادي. يعني قد نشهد بعد اكتمال الجسر واكتمال المنطقه الحره انه يكون في اتفاقات ثانيه، انه يكون تبدل مسارات التجاره العالميه. الان مثلا في المنطقه الحره، يعني المنطقه الحره على فكره خالد هي اول تنفيذ مباشر لمسألة الجسر. نعم. المنطقة الحرة. إنه يبقى في جسر ومعه منطقة حرة. أيوة. في سيناء. هذا المنطقة الحرة الآن سيتم تدفق النفط الخليجي إلى أوروبا عبرها. عبر هذه المنطقة. السعودية ستحول كل صناعاتها في الشمال، رعد الشمال واليورانيوم، قصدي وعد الشمال واليورانيوم، كلها لهذه المنطقة. معادن ستستعبر على المنطقة. انفتحت أفريقيا بريا وانفتحت أوروبا بريا. طبعا ما نتكلم عن انعكاسات، تكلم يعني انعكاسات تكسر مباشرة من حيث الاستثمار والتدفق السياحي ونشو شركات هذه نتائج طبيعية. الانعكاس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة. لكن اللي يطمئن جدا ويجعل هذه الزيارة فعلا مهمة، أنه طريقة التفكير هذه تعيد تشكيل. يعني أنا أؤكد على مسألة فيما كان يدار الحديث عن الصراع أو البرود المصري السعودي. دائما وكان في تراشق أحيانا يطلع في وصلات ناس برضو من اللي من المفطسين الزيارة دلوقتي برضو يعني سببوا لنا مشاكل كتير. أي أنا أقصد أنه في تلك الفترة اللي كان الكلام يدور وأحيانا وصل إلى مستويات عليا أنه هناك جفاء يعني سعودي مصري. أظن ده أكبر رد الزيارة كان خلالها دي. الفرق اللي تعمل اللي في مجلس التنسيق المصري السعودي اللي أنتجت كل هذه الاتفاقات خلط كانت تعمل في نفس الوقت. يعني الكلام كان يقال عن جفاء، على الأرض الواقع كان هناك ورش عمل مكثفة ومتحرك. بالتالي أنا أعتقد طبيعي جزء في حال في مسألة التشويش في مصر تحديدا. الرئيس السيسي نجح في استعادة البلاد وهذا رأيي الشخصي من حالة انهيار كاملة. كانت مصر عرضة لأزمات وقوقت إلى جانب السعودية، لكن استطاعت حتى الحكومة جاوزت الظروف الصعبة التي كانت تهدد كيان البلاد. وتحاول تسقطها. الآن بدأت المرحلة التسونامي المعاكسة، إعادة البناء والتعمير كل الذين كانوا يقفون في ذاك الصف ويحلمون بسقوط مصر أو ضياعها وتمزقها كان خطابهم دائما يران على المسألة. فبالتالي أي خطوة إيجابية ناجحة بالنسبة لابد أن تكون صدمة لهم. والرهان الأساسي سيكون، أنا أعتقد أنهم لا يأثرون ما دامت لا أحد يتعاطى على المستوى الفعل والسياسة في استجابة لأي رد، وإنما تمضي الأعمال والتخطيطات والتصورات والمشاريع في المستقبل للثمرة الحقيقية لصالح الشعب المصري. ده يمكن دكتور خالد على المستوى الاقتصادي، أيضا على المستوى صعيدين السياسي والدولي. إحنا النهاردة أمام العالم كله ينظر إلى أنه في القوتين الأساسيتين في المنطقة العربية، المملكة العربية السعودية ومصر، الاثنين بيتسندوا وبيكون بينهم وصال بري ربما غير مسبوق تاريخيا، مشروعات اقتصادية كبيرة مركزة في سيناء. الدلالة السياسية والدولية في رأيك؟ جميل. أولا العلاقة بين مصر والسعودية، أنا أعتقد أنها انتقلت من العلاقة الاستراتيجية إلى الشراكة الحقيقية. ولما نتكلم عن شراكة حقيقية نتكلم عن شراكة من كل النواحي. على المستوى السياسي رسالة واضحة تضامن السعودية مع مصر، رسالة إلى العالم وليس العالم العربي أو الإسلامي،
مصر والسعودية جناحي العالم الإسلامي، الرئة اللي تنفس منها العالم العربي بالكامل، وهذه أنا أعتقد أنها راح تعيد تشكيل المنطقة رسالة إلى العالم بالكامل وليس رسالة إلى العالم العربي. العالم العربي يمر بأزمات كثيرة، دول كثيرة سقطت، المنفذ الوحيد أو القوة الوحيدة تضامن مصر والسعودية. بالتأكيد الفترة اللي فاتت دول كثيرة حاولت أنها تضرب في هذه العلاقة، ويمكن البعض صدق هذه المسألة وهذا مو صحيح. أكبر دليل على ذلك خلال 139 يوم استطاع مجلس الأعمال، مجلس تنسيق الأعمال السعودي المصري برئاسة ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء المصري أنه ينجز هذا المنجز العظيم. في كل هذه الاتفاقيات، في كل هذه الاتفاقيات العظيمة اللي ما كان أحد يتصورها أنها تتم في هذا الوقت القياسي بمعنى الكلمة. هذه كانت رسالة للعالم بأسره. أنا ما أتكلم عن العالم العربي، أتكلم عن العالم بشكل كامل، أتكلم عن أوروبا، عن أمريكا. تحالف السعودية، التحالف السعودي المصري رسالة واضحة أن الأمة العربية بخير، وأن احنا قادرين على أن احنا ننافس ونحمي الدول العربية قاطبة من أي مشكلة قادمة. طيب احنا دلوقتي دكتور عثماني بحضرتك أشرت إلى تقليم أظافر المادة الإيراني، إذن ربما هذه العلاقات المصرية السعودية هي من النوع الذي يمكن أن نستعير فيه الوصف القرآني: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني هناك الإيرانيين غاضبون، الإسرائيليون غاضبون، الإخوان الإرهابية غاضبون، التنظيمات الإرهابية غاضبة، اللجان الإلكترونية في الفيسبوك غاضبة. يعني هل هذا موجه ضد أحد ولا هذا درع للأمة ضد العدوان؟ أنا استعير فكرة قديمة زمان، كان الأستاذ عباس العقاد دخل في صراعات في ذلك الوقت مع الإخوان، مع الشيوعيين، مع الليبراليين، مع الكل، فكانوا يقول هذا دليل على استقلالية المفكر وأنه ليس تبعا لأي طرف. لا. ما يحدث الآن كان متوقعا. أولا الغاضبون لن يرضوا لأنهم غاضبون. لا. قد لا يكونوا سبب. يعني أنا بشوف سواء على السوشيال ميديا اللي كانوا في الفترة الماضية في العام الماضي واللي قبله بيهاجموا، هم الآن اللي بيهاجموا، اللي بيهاجموا نفس الحكاية. الإخوان من أول يوم من الزيارة طلعوا البيان تبعهم طبعاً، وقالوا الكلام اللي دائما بيرددوه. المشكلة إن الإخوان الكلام اللي بيقولوه بينقضوا نفسهم تماما في هذا الموضوع. الشيء الآخر، بعض الناس كانوا بيبحثوا عن نجومية، قد لا يكون هناك سبب معين لكن يبحثوا عن نجومية، فأفضل وسيلة للنجومية أن يظهر بمظهر الصوت الصاخب العالي. الذي يحدث أنه هناك أيضا تيار زي ما تفضلت اللي هو التيار اليساري، أساسا أي موقف بيشتم بأمريكا على طول، بيشتم السعودية على طول من زمان إلى الآن، تختلف الأسماء لكن الطروحات ماشي. أنا هذا ما بيشغلني كثير، اللي بيشغلني أنه هناك مجموعة دائما يحاولوا أن يسطحوا المسائل. واحد اثنين، زي ما كنا نقول زمان أنه دول ما يصطادوا في الماء العكر، دول بيعكروا الموية عشان بيصطادوا فيها. فاللي بيصير اللي بيصير انه بيبداوا يسطحوا المسائل. يعني في موضوع الزياره، اول شيء العلاقه اللي بين السعوديه اللي اشتغلوا عليها، لا نتكلم كلام تاريخي قديم، من عام 2014 الى الان 42 لقاء بين القيادتين على مختلف المستويات من الرئاسه الى الوزراء. 42 لقاء من إعلان القاهرة وإنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري، كان يعقد من يناير وفبراير كل أسبوعين لقاء على مستوى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء المصري. ثلاث لقاءات كانت في الرياض ولقاءين في مصر. نعم. معناه أن الناس شغالين على أشياء كثير. في بعض الأشياء حتى دلالاتها ما بيفهموها. يعني الملك سلمان أمس زار الأزهر، شاف موضوع الترميم، أخذوا المسائل على أنه بس مجرد ترميم، أو زي ما تفضلت أنت أنه ناس عندهم فلوس والكلام الفاضي ده.
بخصوص القيمة، القيمة قيمة يعني الزيارة للشيخ الأزهر وللبابا توادروس، دي واحدة. اثنين، وضع حجر الأساس لمدينة البعوثة الإسلامية. رسائل مدينة البعوثة الإسلامية دي بتعيد دور الأزهر اللي أكثر من 1000 سنة، هي التي كانت تنشر الإسلام الوسطي الحقيقي صحيح. المتسامح. كانت بعوثة الأزهر تروح إلى كل أنحاء العالم الإسلامي، طلاب من كل أنحاء العالم الإسلامي بيجوا بيدرسوا في الأزهر وبيسكنوا في مدينة البعوثة الإسلامية، بعد كذا بيروحوا بينشروا الأشياء ذا. هذا مضمون أنه لما بيجي يضع حجر الأساس وتصير مدينة للطلاب ومدينة للطالبات، وهذا كله، هذه هي الرسالة في وقت في تشدد في تطرف في إرهاب. فكون أنه يوضع حجر الأساس ويعاد للأزهر هذا الدور الذي ينشر في هذا طبعا الشيء. رسالة ورسالة شديدة الأهمية. بعد الفاصل يا جماعة هنكمل في هذا الأمر، أنه أيضا الزيارة التي يعني قام بها يعني اللقاء بين الملك سلمان وبين البابا توادروس ربما هو حدث تاريخي، كيف يمكن أن نغفل دلالة هذا الحدث؟ احنا دلوقتي قدام اختيارين، يا تفرح مع المصريين يا تزعل مع إيران وإسرائيل، انت اختار. هنستناك بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولا زلنا الحقيقه بندفع ثمن انه ما تقلش من الاول هذا الامر فيما يتعلق بالجزر. يمكن كل هذه النتائج للزياره، كل هذه التدفقات الاستثماريه، فرص العمل، التطوير، التركيز في سيناء، تطوير الازهر، لقاء البابا توادروس، كل هذه الصور من الحاجات الايجابيه للأسف ضاعت، لأنه في ناس قررت تخبي وما تعلنش أول بأول عشان الناس تبقى متأهلة لهذا الأمر. أستاذ جاسر، أنت برضو عندكم كان إخفاء في المفاوضات ولا عرفتوا موضوع الجزر دي؟ والله أنا أعتقد أنه لا السعوديين ولا المصريين يعرفون الجزر وأنها موجودة أصلاً عشان يصير في إخفاء أو إعلان. هو يفترض أن يكون هناك إشكالية عشان تطرحها بالأساس، يعني لم تكن مطروحة. يعني يمكن بعض المختصين في مسائل في القانون الدولي، في الجوانب السياسية، في الاتفاقات، في الجغرافيا يعرفون، لكن لأنها لم تكن أصلا ما يعني لها أي نشاط متصل بالناس في لا فيها غاز ولا فيها بترول ولا فيها مباني ولا فيها حاجة مناطق يعني حدودية هي فقط. أنا أعتقد أنا عندي استخدام شغلة، طيب إحنا ليش نرجع إلى المسألة بحيث والله نقول إن هالقضية صعبة؟ طيب اللي يطرحون مثل الأسئلة باستمرار، هل إحنا نستجيب لهم أو لا؟ هل فعلا هي في إشكالية؟ هل المسألة تستحق أنه يؤخذ على الاهتمام؟ نعرف أنه في آلية العمل المعادي بأي شكل من الأشكال، لابد أن يكون هناك طروحات. يعني على سبيل المثال إيران تهاجمنا إحنا يوميا بقصص كثيرة على سبيل المثال، وأيضا في مصر هذا الكلام، بس أنه أحيانا لا يكون له علاقة بالواقع. الطريقة أنا أعتقد أحيانا أنه نوع المواجهة تقتضي أنه أيضا عدم التعاطي مع هذا الإعلام إذا كانت المعلومة، لأنه في أشياء تستحق أنها تذكر كما حددتها في الجوانب الإيجابية والظاهرة سواء المسألة. يعني اللي بيقولوا كده نتجاهلهم؟ لم نتجاهلهم، أنا أعتقد في ناس يستحقون الشرح إذا عندهم قلق، تساؤلات، من استفسارات، هذا حق طبيعي لأي مواطن إنسان. وفي أناس لن يرتضوا منك شرحا ولا يريدون منك شرحا، هم يريدون خلق المثل، مثل ما ذكر الدكتور عثمان يعني على بيان الأخوان كان ظريف جدا أنا أعتقد، ومرح بشكل غير اعتيادي، إن التنظيم الذي يقوم على نقض الدولة يتذمر من أجل أنه كيف يتم التفريط في الحدود المائية المصرية لاستقطاب أو محاولة العودة للشارع. طب هذا نقض نصف كامل لمعنى هالبنية قبل لا نتناقش معه هل هذا صح أو خطأ. يفترض أنه طيب أين الفكرة الأساسية؟ أين الدولة الأممية التي كنت تطالب فيها أو تسعى أو قامت كل أحلامك عليها؟ هذا جزء من التفكير، الشرح ضروري الناس، لكن نتكلم على موجة موجودة قصدها بالدرجة الأولى الإضرار. هل ننصرف كليا إلى الدفاع والتوضيح ونقول أنها مسألة قانونية، أو ننصرف أيضا في جانب آخر في جزء
ما يتحقق؟ ما الذي يحدث؟ الرؤية المختلفة للعالم العربي أنا أعتقد أنها كانت غير مسبوقة فيها التفاصيل. التفاصيل تعبر عن ذهنية جديدة، ذهنية تشعرنا بالتفاؤل كعرب على ونطمئن، ذهنية في التعامل، ذهنية في التجاوز الاختلافات ونقاط التباين والعمل النقاط المشتركة. هذه لم تكن ثقافة سياسية ممارسة، صحيح ما كانتش. الجانب العاطفي والشخصي يحدد وكان ايضا الاعلام بالمناسبه كان احيانا ينجح في تخريب علاقه اذا قام بحمله مضاده. طبعا في تلك الفتره ما كانت الامكانات تسمح مثل الان فيسبوك وتويتر ووسائل دلوقتي بيوصلوا اسهل، يعني كانت تؤثر وتنعكس. كان في ضعف الاستجابه، لكن مثل ما ذكرتك انه طريقه العقليه الجديده التي الان يعني تعمل في مصر والسعودية تحديدا وبعض الدول اللي تكون هذه تؤدي الى خيار مختلف لن يكون لمثل يعني هالضغوطات أو هذه التأثير عليها، لسبب أن ستكون نتائجها أيضا مباشرة بشكل واضح، ولأن الرهان على المستقبل يتطلب العمل ولا يتطلب فقط مجرد المنافسة. طيب احنا يمكن سمعت أنه الأخوان في عام 2013 طرحوا هذا الموضوع وطرحوا الفكرة اللي تنفذ اليوم، طرحوا فكرة عودة الجزر، عودة الجزر إلى السعودية واعتراف أنها جزر سعودية وأنه يجب أن ينشأ فيها جسر بين الدولتين. الأخوان هم اللي طرحوا هذا الفكر. هذه نقطة. دي معلومة. هذه معلومة. النقطة الثانية، هل من المنطق فيما لو كان في مشكلة حدودية، هل من المنطق أني أعلنها على الملا؟ أنا أعتقد أنه ما في أي فائدة لهذه المنطقة. هو إحنا حسناش أنها في مشكلة حدودية. الناس اللي أنا أعتقد إذا في قضايا من الطبيعي إن الناس يعرفون هذا عشان يتصل ببنيتهم وحقهم الطبيعي في الأول. صحيح. يعني إنه لابد في قضايا كثيرة لابد أن توضح يعني. وهذا شأن في النهاية لما يدور الحديث مثلا في مصر الآن من بعض الخطابات على أساس إنه هذا بيع لأراضي مصرية، هذا يعني سؤال بالنسبة لكثير من الناس كبير، يجب أن يكون هناك يعني توضيح. يعني هو أنت عارف إحنا لو عندنا حلول. لو الإدارة هنا، لو الحكومة هنا أعلنت من قبل والرأي العام فهم الأوضاع القانونية، ربما لم يكن عرضة لبعض الناس اللي هم بيصطادوا في الماء العكر إن هم يطلعوا ويهبشوا في مصر. وفي أمور المعكر معينة على رأي أو الذين يعكرون الماء على رأي دكتور عثمان. وفي أمور حسمها أفضل وبهذه الطريقة اللي حصلت اليوم إن هي تبقى مقفول عليها أحسن. طبعا طبعا وتحل على أعلى المستويات. يقال من مصادر مصرية إنه القضية هذه لها 6 سنوات جلسة تحل بعيدا عن تعاقب الحكومات اللي مرت. هل هذا صحيح؟ أنا ما عندي معلومة مؤكدة، ولكن في فترة من الفترات يجب أن تخرج على العلن ويجب أن تحل. فتح هذا الموضوع زي قضايا حدودية كثيرة استمرت عشرات السنين وما حلت، وعلى سبيل المثال قضية قطر والبحرين ودولتين شقيقتين وكان في بينهم خلاف حدودي، خلاف حدودي وصل إلى أعلى مستوى وسنوات طويلة وخلافات طويلة بين الدولتين. قد يكون من الحكمة أنه في لحظة معينة تعلن هذه المسألة وتعلن تفاصيلها، زي ما أنت أستاذ خالد أعلنت قبل شوي وبالوثائق اللي أعلنت أنه ملكية الجزر هذه ملكية سعودية. صحيح؟ الملكية كانت سعودية، السيادة انتقلت لمصر خلال فترة الحرب. أحسنت. نعم. وده الفرق اللي الناس يمكن عايزة تتخذ باله منه. أعتقد النقطة من الملكية والسيادة. أنه لم ينشأ بين السعودية أي توتر ومصر، بين السعودية ومصر طوال الفترات الماضية أي توتر بسبب هاتين السيرت. أحسنت. لم يكن هناك تجارب. مثلا لم يكن قضية لم تكن محل مطروحة. ما وجدنا أن والله في يوم أن والله أحد الدولتين دعت سفيرها للتشاور أو صار ولا أي حاجة جدل أو اختلاف لأنه أنتم هذه الجزيرة. هو في بعض الناس دلوقتي كانت مشيارة. فيما لو طرحت أستاذ خالد مثل هذه القضية ستصبح مشكلة. إذا لو طرحت سابقا ولو طرحت وإحنا الآن سوشيال ميديا أو تغريدة من شخص ما اوكي تجلس تناقش ايام عديده بالقنوات الصحيه. نتكلم بصراحه. انا يعني بعد الفصل هرجع للدكتور عثمان الصيني في هذا الامر، لكن خدوا بالكم انه في تسجيل صوتي تم تشهيره للرئيس جمال عبد الناصر، ودي انا عايز اوضحها لحضراتكم انه ده خلال فتره الحرب قبل 67. قبل 67 كانت السياده باتفاق ما بين المملكه العربيه السعوديه وما بين السلطات في مصر على سيادة مصر على هذه الجزر نتيجة ظروف الحرب في إطار التعاون ما بين هؤلاء الأشقاء. فهو عبد الناصر لما قال مضايق طيران مصرية، مضايق طيران مصرية، هو كان يعنيها لأن هو كان فعلا كان عنده هذا الاتفاق وعنده السيادة على هذه الأرض. ثم ماذا حدث بعد أن أغلق عبد الناصر مضيق طيران؟ فقدنا سيناء. بعد الفصل هنكمل.
بشكر الناس اللي بعتوا رسائل على الرقم اللي كان موجود من شوية على الشاشة، وكلهم بيقولوا شكرا ان انت بتحافظ على البلد، وفي ناس بتولعها دلوقتي، معرفش مين، انا مش شايف طبعا مين مولع ايه. ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبنا، كتر خيركم. والله العظيم بقى بقولش الا الحقيقة، اقسم بالله. وعايزك تطمئن، في ناس مش عايزانا ننبسط ابدا، ومش عايزة ولا خطوة لقدام، ولا خطوة خالص لقدام، وعايزة مصر بلطجية، وعايزة مصر بتعاند، وعايزة مصر تمثل دور قوية في أحلك لحظات ضعفها. مش هينفع كده، والله ما ينفع. يعني لازم نتحلى بكثير كثير من الرشد. احنا مش دولة بلطجية، احنا دولة قانون، احنا بنتكلم عن أشقاء. لما قلنا لهم الجزيرة عشان نحارب ادونا الجزيرة، البترول عشان نحارب ادونا البترول. عيب لناس من المفترض ان هم دعاة قومية عربية واتحاد ووحدة ان هم يسخنونا على بعض كده، عيب جدا والله. يعني انا ارجو من الناس اللي بتسمعنا دلوقتي انهم ياخدوا بالهم من الحاجات دي، وياخدوا بالهم ان في حاجات بتتقص. يعني بقول لك الفيديو بتاع عبد الناصر ده مقصوص، يقول لك تيران لو قلته 3 ميل مصرية يقصد المضايق. طب دلوقتي انت وفق اتفاقية كامب ديفيد في ممر ملاحي دولي لاسرائيل، زعلانة على ايه بقى؟ طب ما هو عبد الناصر قال كده وقال تيران مصرية مش هنعدي ولا سفينة بعد ما 67 وسينا كلها راحت بسبب الموقف ده. سينا راحت، فكروا اللي بيقول انه سينا راحت كلها بسبب غلق المضايق واحنا مش مستعدين، ولا ناسين؟ فكروا اللي بيطلع التسجيل الصوتي بتاع عبد الناصر ده انه سينا راحت بسبب الكلام ده، ادي واحد. وفكروا كمان ان احنا في دلوقتي ممر دولي بيعدي على اسرائيل وبيصل الى ميناء ايلات. عيب. الجهل والتخلف وشحن الناس بيؤدي الى خسائر، ما بيؤديش الى مكاسب. صح ولادكم وصح الناس، ورفضوا الكلام ده من قلبكم وانتم مطمئنين وقرير الاعين. هنقل لموضوع تاني واخير، هو القوى العربيه المشتركه والتحالف الاسلامي. دكتور عثمان، ربما شفنا المملكه العربيه السعوديه حريصه على الاثنين، القوى العربيه المشتركه والتحالف الاسلامي ليه مواجهه لنا، هل في تعارض ما بين الاثنين؟ يعني ليه الاثنين في تقديرك؟ التحالف العربي كان هدفه اظهار قرار عربي موحد. معروف دائما انه اذا اتفقت مصر والسعوديه فهذا دليل على سلامه القرار العربي. نعم. التحالف العربي كان هدفه انه إعادة عروبة العرب من التدخلات الأجنبية ومن وكلاء السجادة الفارسية في الوطن العربي، سواء في مصر او في اي دولة اخرى ليست. جاء التحالف العربي، مصر كان لها دور اساسي، ولذلك حتى الذين شككوا وقالوا انه مصر يعني مجرد بس مجاملة دخلت وما ادري، مصر هي اللي حمت باب المندب وحمت السواحل اليمنية من شحنات الأسلحة الإيرانية اللي كانت رايحة على اليمن. مصر عندها 6 طيارات تقصف ضمن التحالف العربي. الآن اللي أعلن عن تكوين جيش عربي، الجيش العربي تكوينه هو هدفه أنه لما بتصير أي مشكلة عربية يكون هناك جيش عربي يتدخل بدل ما يتدخلوا الوكلاء الأجنبيين اللي من برا. بالضبط كده. فلذلك مصر والسعودية أقوى دولتين وجيوشها قوية وكفاءات عالية. عندما يشكلهم النواة ثم بعد ذلك تدخل أي دولة بجيوشها، ليس هناك جيش كجسم موجود أنه بيأخذوا حتة من كل جيش كل دولة ويشكلوها، في قيادة وتدريبات مشتركة بالضبط. نفس فكرة الدرع العربية اللي كانت في الجزيرة العربية. التحالف الإسلامي يختلف، هناك 39 دولة دخلت التحالف. لما صارت المناورات قبل فترة وحضرها الرئيس السيسي وحضرها كثير من زعماء الدول، كان هو هدفه مواجهة الإرهاب، ليس على إطلاق مثل التحالف العربي وليس مثل تكوين الجيش العربي. التحالف الإسلامي ده موجه للإرهاب فقط. للإرهاب فقط.
وكل دولة تشارك فيها بما ترى، بعضهم تشارك بقوات، بعضها اللوجستية، بعضها كلها حسب سيادة كل دولة، لكن هي موجهة للإرهاب، موجهة لداعش، موجهة لكثير من الأشياء، وذلك الدول كلها 39 دولة اتفقت وشاركت فيه لهذا السبب. هل يمكن أستاذ جاسر أنه هذا الدور الذي يعني تلعبه الآن مصر والسعودية يؤدي إلى المزيد من المصالحات على الصعيد العربي؟ يعني إحنا مثلا عندنا خلاف مع قطر مثلا، والدور الذي تلعبه قطر وتوجيه قناة الجزيرة طوال الوقت لمصلحة الإخوان، إحنا شفنا تعاون كبير ما بين مصر والسعودية والعالم العربي في إزالة مثلا قناة المنار من النايلسات نتيجة هذا البث الشيعي لتنظيم صنف إرهابيا. طيب هل يمكن أن يكون هناك مثلا ضغط على قطر حتى يكون تحذف هذه الوجوه الإرهابية حتى من على قناة الجزيرة؟ أنا يعني ما أعرف عن موضوع في قطر، وكان فيه المشكلة في طريقة الأداء الإعلامي، صحيح فيه هناك، لكن ليست قطر نفسها، محتاجة المسألة إلى عادة تشكيل، وأعتقد أنه يتحقق الآن هنا نوعية الخطاب العربي في التعاطي مع المشاكل اليوم. طبعا من حسن الحظ أنه أولا المشتركون في المسألة ليسوا كثر، أنهم أساسا السعودية ومصر ومن الخليج، فبالتالي هذه المجموعات الصغيرة ووحدات العمل الصغيرة من حيث العدد أقصد وليس من حيث التأثير، تستطيع أن تعمل على تشكيل مبادئ جديدة. لما تنشأ قوة عربية مشتركة مثلا حقيقية وثابتة، وتتنمو القوات العربية، وتتقارب في نوعية الأسلحة، وتمتلك ممكن بكرة يتكون عندها حتى يعني معايير لشراء السلاح، فتصبح هي قوة ضاغطة بدلا من هي قوة سلبية، وتناغم جميع الأفراد المشتركين في هذه الدول من الدول المشتركين في هذه القوة على تقصد أن خلافاتها تدوب لوحدها يعني من غير حاجة الوساطة، ولا مين الخلافات المصرية القطرية؟ أنا أعتقد أنها ستنتهي يعني في مرحلة فيها التوجه اليوم. إحنا جميعا لم تعد المسألة فيها ترف بالمعنى الحقيقي، في مخاطر نواجهها جميعا. نعم. يعني التحدي، وهذه مخاطر وجودية حقيقية ليست يعني دعابة، ولا أحد بمنجاة منها إذا لم يكن هناك تعاون. نعم. يعني في أوقات كل الوقوف كان هناك في يعني حالة عزلة أو نائي أو بعد عن المسألة، لم ينجو هذا، لم تعد لابد من المواجهة، ولابد من عمل مشترك. أي نقاط اختلافية ممكن تكون لكن قابلة للحل والتعديل، حتى في جوانب كثيرة لازم تتعدل، لابد أن يكون هناك التعامل بالمعطى العملي أكثر، ولابد أن يكون هناك خروج من حالة المزاج إلى حالة الفعل المشترك. أنا أعتقد كل المؤشرات اللي تحصل اليوم واللي تحصل تحديدا من هذه الزيارة، أنا أعتقد لن تكون هذه الفكرة اللي يبنى عليها ما يحدث، هي فكرة تقوم على التأسيس الفعلي لنقل لبنية عربية جديدة. نعم. أكثر من سكان. نعم. عايز منك بقى دكتور خالد كلمة أخيرة لشبابنا المصري والسعودي على السوشيال ميديا، تقول لهم إيه؟ أتمنى بس أذكر قصة كنت أتكلم معك قبل شوية عنها، اللي هي التجربة الماليزية. نعم. التجربة الماليزية تجربة جدا جميلة. في عام 1980 كانت ماليزيا تحت خط الفقر، وكان داخل الفرد فيها 3 دولار. بفكر شخص مهاتير محمد استطاعت ماليزيا اليوم أنها تصل إلى مصاف الدول العظمى، المصانع الكبرى مرسيدس، جنرال إلكتريك، كل المصانع الكبرى موجودة في ماليزيا. نعم. عرقيات متعددة، أديان متعددة مختلفة من كل الأجناس، بفكر وباتحاد. نعم. والتفاف حول شخص وحول قيادة. أنا اللي أبغى أقوله يمكن قبل ما أتكلم عن السوشيال ميديا، أتكلم عن أنه هذا المطلوب من الشعب المصري. لا. أنه يلتف نحو هذا القائد السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظر إلى مصلحة مصر. وبالتالي لما نتكلم عن السوشيال ميديا أو نتكلم عن الإعلام بشكل عام، يجب أن يقف حول أو مع هذا الرئيس. لا. يجب أن يبذل كل الجهود من أجل مصلحة مصر وليست مصالح شخصية. نعم. لما نتكلم عن أنه أي شخص يكون مع السلطة أو يحاول أنه يؤيد السلطة حتى في قراراتها الصحيحة، هذا عين العقل. نعم. وهذا اللي حاصل في أغلب دول العالم. نعم.
باستثناء دول محدودة ومنها مصر للأسف الشديد. للأسف الشديد وزي ما تفضلت قبل شوي وجهت رسالتي. لسه أنا هستخدم بقى كلمة دكتور عثمان عرضه. في ناس لا تجد ماء عكرا فتعكره, فتعكره أحسن. ولا تجد صيدا. أحسن أحسن. وهذه المشكلة فعلا اللي موجودة في مصر. المشاكل في الدول الأخرى أقل من مصر, أقل بكثير. وأنا تحديدا أتكلم عن الإعلام المصري. يجب أن يلتف حول قيادته, يجب أن يستفيد من الفرص الكبيرة. الاتحاد أو الشراكة مع المملكة العربية السعودية, هذه مصر لا تحتاج منح من السعودية ولا من أي دولة أخرى. تحتاج شراكات, تحتاج استثمارات. صحيح. المملكة العربية السعودية لما تدخل إلى السوق المصرية ما تدخل عشان منح أو عشان جزر, تدخل من أجل استثمار واقع واستثمار مجدي وأفضل من تدخل الدول الأخرى أو دول أجنبية. صح صحيح. فهذا الشيء المطلوب الدعم لمصر. ادعموا بلادكم. بشكرك شكرا جزيلا. أحسنت. دكتور خالد بوعلي رئيس تحرير جريدة الشارق, دكتور عثمان الصيني رئيس تحرير جريدة الوطن السعودية, أستاذ جاسر الجاسر مدير قناة الإخبارية السعودية. بشكركم شكرا جزيلا, تشرفنا بوجودكم وسهرناكم. معلش الله يسلمك. شكرا جزيلا. بشكركم في عشاء لازم. بشكركم شكرا جزيلا. وافرحوا يا جماعة, افرحوا عشان وما تخلوش حد يعكنن عليكم ولا يغير مزاجكم ولا يشككوا في نفسكم. بلادنا قوية واحنا عندنا رئيس وطني وجيش محترم وأجهزة لا تقبل أبدا في أي تفريط. ما تصدقوش الباطل وتعلوه على حساب الحق وتهدروا على بلادنا. فرصة أن تكون بلد تحترم القانون الدولي وبلد تنتفع من علاقتها مع الأشقاء. افرحوا. صباح الخير.